بسم الله الرحمن الرحيم، اخونا حاليا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فقره سؤال وجواب. ابراهيم بكرو بيقول انه عنده طرد جديد من 5 اطارات لا يسحب المحلول السكري، لا يوجد مرض في النحل والمرعى متوسط. الان اذا كان طرد جديد يعني ملكه جديده، ما تكونش طرد من ملكه قديمه، لانه طرد الملكه القديمه ممكن تكون هاي الملكه تعبانه خلاص، وبالتالي راح يكون قدره النحل على سحب المحلول السكري مرتبط بنشاط الملكه. فإذا كان الملكة لا حديثة طرد جديد وملكة ملقحة جديد وخمس إطارات والمرعى متوسط حسب ما بتذكر أنت، يعني مش قوي كثير، مرات إذا كان المرعى كثير قوي نحن لا يمكن أن يقبل على المحلول السكري، فأغلب الظن أن هناك مشكلة في الملكة. أي خلل معين أنا بالنسبة لي مباشرة بروح على الملكة. كنال عمر سؤال طويل جدا، لكن يعني أنا بدي أختصر. عنده مشكلة أنه بيحاول يمسك الملكة على مرتين فالملكة بتطير. الآن إذا حدث معك مثل هذا الشيء، الإجراء السريع لهذه الحالة، أنا طارت الملكة أو ما قدرت أعرف وين راحت، في يعني تصرف سريع، قم برفع إطارات من النحل ونفضها في الهواء، هيك مسك لك 3 4 إطارات وانفضها بالهواء، اعمل كانه في يعني زي كانه طرد، خلي النحل هيك يطير بشكل عشوائي بحيث انه يعمل على شكل طرد. هذا الشيء ممكن يدل الملكه على انه هذول النحلات تبعاتي، ممكن طبعا اكيد الرائحه ممكن يكون لها دور، ففي الغالب ممكن الملكه ترجع. الان بعد ما اقوم بنفض الاطارات بهذه الطريقه، بترك الخليه مفتوح الغطاء تبعها وبروح ببعد عن المنطقة هيك 5 دقائق 10 دقائق، وبترك النحل يرجع مرة أخرى إلى الخلية. إذا شعرت أنه الملكة رجعت خلاص، إذا حسيت أنه لا ممكن الملكة لسه ما رجعت، ممكن أرجع أخذ كمان إطارين وأنفضهم مرة ثانية وأخلي النحل هيك يظل ضايد شوي في الهواء، وبعدين ما في قدامك خلاص، يعني حط الخلية وأغلقها وانتظر فرج رب العالمين إنها على امل ان تعود الملكه. طبعا هو بذكر معلومات، احنا للاسف يعني احنا مستعرض هاي المعلومات بشكل كثير، انا ما بعرف يعني كيف نضل نجاوب على هاي الاسئله اكثر من مره. بيت ملكي في وسط الاطار الحضني، هذا في الغالب بيت ملكي احلال، حتى لو كانت الملكه عمرها شهر، ما في ما يمنع انه النحل ممكن يفكر باحلال الملكه اذا كان فيها مشكله معينه. وقضيه انه عندي خليه فيها حضني وخليه ما فيها حضني، خليه فيها حبوب لقاح وخليه ما فيها حبوب لقاح، او الخليه فيها هاي توقفت الملكه عن البيض، هذه الفروقات احنا لو عندنا نحلنا في بلادنا نحل ستاندرد كله نفس السلاله نقدر نحكم على تصرفات الطوائف، لكن احنا كل نحله كل خليه هي قصه بحد ذاتها، فيجب ان نتعامل مع النحل ليس على اساس انه ماكينه يجب ان يكون نفس لا هو في الغالب انه نحل نهجين، ففي الغالب كل خليه ستكون قصه لوحدها. زاهر مؤمن بيقول بده يعرف شو هو نوع النحل المتكور امام الخليه من شده الحر. مش نوعه، يعني هو اذا بدك تسال عن موضوع التكور امام الخليه من شده الحر، هل نستطيع استخدامها في تقويه الخلايا؟ لا، هذا النحل هو عباره عن نحل ما في له عمل داخل الخليه في الغالب، ما في شيء اللي يسويه خارج الخليه في الغالب، وخاصه اذا كان نحل حاضن لسه ما طلع للخارج. هذا النحل بسبب عدم وجود عمل ما معين داخل الخليه او بسبب ارتفاع درجه الحراره، وجود النحل داخل الخليه سيعمل على زياده عمليات الايض التي تنتج الحراره، وبالتالي ستزيد من مشكله او تفاقم من مشكله الحراره داخل الخليه. فالافضل هذا النحل بدل ان يبقى داخل الخليه بدون عمل ونشاطه الخلوي والحيوي يؤدي الى رفع الحراره، ان يقوم بالتكور امام الخليه من اجل التخفيف من هذه المشاكل. اما انك قضيه انك تاخذهم هذول وتقوي فيها نحل، ما بنصح. ونور الدين مقداد بيقول لمنع الطائر الوروار من يعني تاذيه النحل، بده يعمل كيف البيت البلاستيكي بس بدل ما يكون عليه بلاستيك يكون عليه التظليل القماش او الشبك هذا المش. بهذه الحالة راح يكون الطائر الوروار غير قادر على مهاجمة الخلايا بشكل مباشر، لكن كيف بده يطلع النحل؟ هاي هي المشكلة، لأنه النحل ممكن يطلع باتجاه المش هذا وما يعرف يلاقي مخرج.
إلا إذا كانت الفتحات اللي تقصدها تكون موجودة في البيت البلاستيكي هذا، الفتحات تمكن النحلة من الخروج من هذه الفتحة، ولكن لا تمكن الورور من الدخول. ما أنا يعني بدك تجربها وتخبرنا شو بصير معك. ياسين بيقول عنده عذراء خرجت أو فقست بجناح واحد، ما هي نسبة احتمال تلقيحها؟ وشكرا. صفر، ما بتتلقح، تخلص منها وقم باستبدالها. وثريسة نعمة، إذا لم أقطف عسل الربيع هل يأكله النحل؟ إذا احتاجه بيأكله، لكن عادة في الربيع في الصيف استهلاك النحل سيكون أقل، ربما سيحتاج النحل إلى العسل من أجل جلب الماء. إذا كان بالمرة ما في مرعى، بالمرة ما في مرعى، رح يصير النحل يستهلك العسل أول بأول من أجل جلب الماء، هذا على فرض أنه بالمرة ما في مرعى في الخارج. لذلك سيكون معدل استهلاك العسل في الصيف قليل. في كثير نحالين ما بقطف العسل في الربيع وبترك بخليه للصيف أو نهاية الصيف، وما نحل ما رح يقدر يأكل يعني هالكمية الكبيرة منه. بنفس الوقت لو احتاج النحل وأكل منه فهو يحتاج سيأكل منه لسد حاجة ملحة، وبالتالي هذا أمر ضروري. يعني ما ماذا يمنع أن النحل يأكل عسله برضه كمان؟ الآن إذا أنت مش كثير قلقان بالموضوع ممكن تتركه، إذا كثير الموضوع بالنسبة لك حساس اقطف عسل الربيع، ممكن تغذي الخلية مرة مرتين ثم تتركها إلى الصيف إذا كان في قطفة أخرى. أرقم، ما المقصود بالوراثة الكمية للصفات؟ الوراثة في عندنا الوراثة الكوانتيتيف والكواليتيتيف أو الكمية والنوعية. النوعية هذه الصفات التي يتحكم فيها عادة جين واحد، فمثلا اللون، بعض الصفات اللي بتتحكم فيها جين واحد فقط، هذه نسميها الوراثة النوعية. أما الوراثة الكمية فهي الوراثة التي يتحكم بها عدد كبير من الجينات، وفي الغالب هي مرتبطة بصفات مثل الإنتاج وغيرها، فهذا المقصود بها صفات أو الوراثة الكمية. وبرضو أرقم، هل الهندسة الوراثية قد قامت بتعديل بعض صفات النحل؟ لا، أنا ما عندي علم أنه في هندسة وراثية في النحل، ولا أعتقد أنه في حدا، ممكن يكون في محاولات على مستوى المختبرات يعني، بس ما عندي علم بشيء بهذا الخصوص إشي مفيد يعني في عالم تربية النحل. وسعد القرشي بيقول، هل سلالة البكفاس تتحمل درجة الحرارة العالية فوق 40؟ ما في ما يمنع، يعني ما أعتقد أن موضوع تحمل درجة الحرارة شوية كثير مرتبط بالسلالات، أكيد يعني راح يكون في فروقات بين السلالات، لكن يعني لا أعتقد أن هاي الفروقات ستكون كبيرة جدا. أنا أعلم أنه ربما في بعض السلالات اللي أصلا موجودة، يعني هي أصلا طبيعية موجودة في مناطق حارة جدا جدا، يقال بأنها تستطيع أن تتحمل درجات حرارة أكبر، ولكن هذه السلالات لا تصلح. يعني مثلا السلالة اليمنية، مثلا السلالة اليمنية ربما يذكر بأنها قد تكون متحملة لدرجات حرارة أكبر، لكنها ستصلح في هذه البيئات. غلط أني أنا مثلا أجيبها عندي على الأردن مثلا. فبالتالي على الأغلب أنه البكفاست بتحمل درجة حرارة 40، لكن إحنا مش بالضرورة أنه أركن أن على هذا الموضوع أنه النحل بتحمل حرارة 40، لا، أنت يجب أن تخفف الإجهاد على النحل. بدك تعمل تظليل، وبدك تعمل مصدر ماء قريب، وتعمل عزل للخلايا، وتضيق المداخل، وتغذي النحل. كل هاي الإجراءات يجب أن تقوم بها من أجل تخفيف معاناة النحل في درجات الحرارة العالية، وإلا فإن الطوائف قد تموت أو تهجر. وحكيم لباستيد بيقول، خلية بها تعفن حضنة، هنالك فيديو خاص عن تعفن الحضنة، سواء أنت مش ذاكر طبعا هل هو أوروبي ولا أمريكي، لكن بغض النظر هو بسأل عن هل يجب إزالة التخلص بالحرق. أنا بقول لك أفضل، الآن ارجع للفيديوهات المتعلقة بالتعفن وخذ منها كل التفاصيل اللي أنت تسأل عنها. والخارق محمد بيقول، كم درجات الحرارة عندكم؟ لأني لاحظت عدم تظليلك للخلايا. يعني احنا عندنا في منطقتنا، المنطقة اللي أنا حاط فيها النحل، الجزء اللي أنا صورت فيها، ما زالت درجات الحرارة لا تتجاوز 30-32 درجة مئوية، فهذه درجة الحرارة يعني ربما يعني احنا بلشنا نقرب على موضوع التظليل، لكن إجمالا لا ترتفع درجة الحرارة في معظم المناطق في الأردن لدرجات حرارة عالية. أنا بعرف أنه في بعض الدول العربية قد ترتفع الحرارة إلى ما فوق 45، أعانهم الله على مثل هذه الحرارة، لأنه النحل فعلا سيقوم بالمعاناة، يكون يعني سيتعرض للمعاناة الشديدة.
لكن احنا في حال كان في عندنا موجات حاره والى اخره سنقوم بالتضليل على الخلايا. وسؤال من محمد احمد عبيد الصيادي، هل من طريقه لجذب وتعريف النحل بالمشرب الجديد للماء؟ في ناس ممكن يضيفوا بعض الاملاح للماء، ولكن في الغالب النحل لديه ولاء كبير جدا لمصدر الماء اللي بيعرفه، فقضيه اني اعرفه على مصدر جديد شوي فيها صعوبة، يجب أن تتخلص من المصدر القديم وتعود على مصدر جديد، غالبا صعب جدا. هذا السؤال. وأيهما أفضل، وضع إطار فارغ مبني حديثا في وسط الحضنة؟ احنا حكينا هذا مرارا تكرارا، أنا لا أفضل إضافة أي إطار في وسط الحضنة، دائما على أطراف عش الحضنة، ما في داعي لوسط الحضنة. ومهند فروان بيقول صناديق النحل المصنعة من البوليسترين المضغوط، ما بعرف إذا قصدك اللي أنا شفتها عندي بالمنحل ولا لا، إيجابياتها وسلبياتها. طبعا الموضوع البوليسترين هذا قد نفرد له إضاءة خاصة، لكن إجمالا العزل للخلايا البوليسترين إذا كانت مصنوعة بشكل جيد عزلها ممتاز ويفوق العزل الخشب، ويحافظ على النحل خصوصا في تقلبات درجات الحرارة. وأنا أعتقد أن في كثير من المناطق العربية بسبب ارتفاع الحرارة فوق 40 و45 أعتقد أن مثل هذه الصناديق ستكون حل مناسب جدا لهم، طبعا بالإضافة إلى إجراءات أخرى أيضا احترازية. الإخوان اللي بيصنعوا الخلايا من البوليسترين الأزرق اللي يستخدم للعزل المنزلي، هذه في عليها ملاحظات وربما، لكن طبعا قد تحل مشكلة معينة لدى النحال، لكن على المدى الطويل بده يكون فيها يعني في محاذير معينة إن شاء الله ربما نفرض لها إضاءة خاصة. وعمر حسناوي، ما هو أفضل تركيز للمحلول السكري في الصيف لمط الأساسات الشمعية والتوسع في الحضنة؟ احنا ذكرنا أيضا سابقا بأنه التركيز حد أقصى 1:1، لكن إذا كان أقل من ذلك سكر بيكون ربما أفضل خصوصا في الصيف، فلو رحنا لنصف سكر 1 ماء بيكون ممتاز. قضية أن النحل يمط أساس وتوسع في الحضنة ليس فقط التركيز، وإنما أنت أيضاً بحاجة إلى الكمية، فإحنا منقلل التركيز شوي لكن منزيد الكمية حتى نشجع النحل على المط. عبد الفتاح راجح بيحكي عن موضوع البرواز عسل القطاعات، أو بشكل عام عسل القطاعات بشكل عام، بيقول إنه في مشكلة إنه مرات بصير فيها دود تلعث. عسل القطاعات إذا كان الشمع المستخدم شوي أسود قديم، يعني مش أسود، يعني على الأقل ملون مش أبيض، وإذا كان في بقايا من حبوب اللقاح في بعض العيون، نعم فإنها ستصاب بدودة العث. الشيء الجيد في هذه الإطارات إنه أنت بدك تحطها في وقت الفيض فقط، وفي الغالب النحل ما راح يستخدمها لتخزين حبوب اللقاح، وبالتالي سيجمع فيها شمع جديد أبيض وعسل جديد، وهذا في الغالب ما بيعاني من العث. لكن فيما لو إنه أنت كان عندك معاناة من موضوع العث، نعم ممكن تحط هذه القطاعات في الفريزر لفترة من الزمن، حتى لكن ما بيكفي ساعات، لأنه العسل الحرارة النوعية للعسل ستمنع تجمده بشكل كبير، وبالتالي بدك تخليها تقعد 3 أيام ربما 4 أيام بالفريزر حتى تقتل بيوض العث، ومن ثم تقوم بإخراجها إلى الخارج. لكن موضوع حتى تعرض العسل للتجميد قد يضر أيضا بالإنزيمات الموجودة بالعسل، فأنت يعني راح تكون بين نارين، بين انه انا ممكن هذا يصير فيها دودة عث، او ممكن انه انا اخسر فيها الانزيمات. فيفضل لذلك ان يكون الشمع المخصص لجمع او العسل القطاعات ان يكون شمع ابيض جديد وما فيه حبوب لقاح. احمد عرفات، بدي اجاوبك على السؤال الثاني، هل سيؤثر تبديل الملكة على جمع العسل؟ يعني نوعا ما بس اذا انا شلت ملكة وحطيت ملكة يعني الى حد ما بيكون التأثير قليل، هو بده يغير الملكة وبده يحط ملكة جديدة، فما راح يكون تأثيره زي لو أنا تركت الخلية فترة طويلة بدون ملكة. الأمر الآخر، أنه هل يصلح أن أبقي الملكة الجديدة مقفصة لمدة 4 أسابيع حتى تفقس كامل الحضن وأقوم بالقطف؟ نعم، وهي طريقة من أجل معالجة الفارو. وجمال العمري بيقول كيف يتم مسح الصندوق بالعكبر؟ احنا ذكرنا أنه الخلايا للتعقيم بدك تعقم الصندوق احرقه بالنار، بس بعدين بعد ما تحقه بالنار يفضل انك تمسحه بالعكبر. فالسؤال كيف انه نمسحه بالعكبر؟ بتجيب العكبر بالذوب بالكحول، يتم إذابة العكبر بالكحول، ومن ثم بقطعة من القطن او القماش نغمسها في المحلول، ونقوم بدهن الجدار الداخلي للخلية حتى نعمل غطاء من العكبر للجدار الداخلي للخلية.
وعلي الاعمر اللي فهمته انا من سؤالك انه الفاروة اللي راح تنزل وتسقط في مصيدة حبوب اللقاح، ما هي منخل كامل، راح تنزل الفاروة، هاي الفاروة لما تنزل في الدرج بزبط انه نقتلها لو حطينا الحبوب في الفريزر؟ نعم، هي اصلا بدون ما تحطها في الفريزر، انت لو حبوب اللقاح خليتها برا ساعه زمان وفيها الفاروة خلاص بتموت هذه الفاروة، ما في داعي تحطها في الفريزر. وضع الحبوب اللقاح بالفريزر من اجل المحافظه عليه، لكن انا بفضل انك تقوم بتنظيف حبوب اللقاح قبل ما تقوم بتخزينها. وصفدر شاكر، ما هي اقصى مده لتلقيح العذراوات؟ يعني احنا قلنا تقريبا من الفقس، من فقس العذراء حتى بدايه وضع البيض بين 10 ل 12 يوم، 14 يوم. عاده اذا تعدت ال 21 يوم احنا بنقول العذراء هذه فيها مشكله. الان اذا بدات، سؤال بكمل هو انه اذا بدات بوضع بيض غير مخصب هل سيقتلها النحل؟ لا، ممكن ما يقتلها النحل، ممكن تظل عندك بيض ذكور حتى الخليه كلها تخسرها. فبالتالي اذا بدات بوضع بيض ذكور بسبب معرفتك انه هي ما تلقحت، ممكن تستنى عليها شوي، لانه مرات ممكن الملكه حديثه التلقيح تقوم بوضع الذكور بالبدايه، حط لها برواز حضنه، يرقات، اخي ادعمها شوي وانتظر، اعطيها فرصه. اذا ما استمرت بوضع بيض ذكور فيجب التخلص منها، لانه النحل قد لا يتخلص منها على الاطلاق. فهذا موضوع مهم. واندرسون نيلسون بيقول خليه كثيفه مع طابق 10 براويز تفاجأت بغياب الملكة، ما في ملكة، ودون ما في خلايا، ما في تطريد ولا بيض، وحضن مغلقة فقط والباقي عسل. قرر أن يضمها على شكل عاسلتين فوق الخلية المجاورة، يعني هي خلية طابقين وبده يحط عاسلتين فوق الخلية المجاورة اللي فيها ملكة ملقحة وعاسلة، يعني ده تصير أربع طوابق هيك. يعني أنا بقول ما في داعي طبعا إذا بدك أنت ما بدك تزيد عدد خلايا وبدك أكبر كمية ممكن من العسل، ممكن، بس أنت بتجمع أو بتضم 20 برواز على 20 برواز، هذا صراحة يعني غير معهود، وبالتالي ممكن يصير فيها خوف من هجوم النحل على بعضه أو تقاتل مع بعضه. فأنا لا أنصح، أنا بقول يجب أن تتصرف مع هذه الخلية لوحدها وهذه الخلية لوحدها. وجمال العمري، في حال وجود عدة بيوت إحلال هل يتدخل النحال في اختيار أحد هذه البيوت أم يترك النحل؟ لا، إذا كان بيت الإحلال واحد ما تتدخل، إذا كان أكثر من واحد نعم لازم تتدخل، لأنه ممكن تطرد الخلية. فإذا ما عندك مشكلة أن تطرد الخلية خلي البيوت، أما إذا عندك مشكلة أن تطرد الخلية بدك تخلي بيت واحد فقط. صفدر شاكر بيقول هل يمكن إكراه النحل على همط الشمع طول السنة عند الحاجة خاصة بالنسبة للطرود؟ لا، يعني هو مش إكراه النحل، النحل ما بمط الشمع إكراها، النحل بمط لأنه بحاجة. نعم ممكن نخلي النحل مط شمع فترة طويلة، مش طول السنة، يعني ما في إشي اسمه طول السنة، هنالك شتاء وهنالك، لكن يمكن تشجيع النحل على بناء الشمع من خلال التغذية. نعم. سؤال آخر بيقول بما أنه مسك الملكة بالجهاز أفضل من وأقرب بالأسلوب العلمي، فلماذا تمسكها باليد؟ قد يضرها مسكها باليد 1%، وهو تعليم الناس أسلوب خاطئ. أخي صفدر، إحنا ما بنعلم الناس شيء خاطئ، معلش. أول شيء مسك الملكة باليد لا يضر الملكة، هذا أولا. ثانيا، أنا لو بتقول لي مين أحسن للتعليم، اللي عنده مهارة يمسكها باليد قد يكون قادر على التحكم بإيده أفضل من الجهاز. فإذا بدك تيجي من ناحية علمية وعملية وإشي، أنا بقول لك إذا بتقدر تمسك الملكة بيدك وانت عندك اتقان لهذا الموضوع افضل من الجهاز، لانه هذا الجهاز ايضا لما انت بتضغط على الملكه ما بتعرف انه هل فعلا انا ضغطت عليها كميه كبيره ولا لا. بعدين احنا ما بنعلم الناس اسلوب خاطئ، يعني ارجو ان نكون يعني شوي منصفين في العبارات، ربما خانك التعبير لكن هذا ما كتبته يداك. وبسال ايضا صدر بيقول ليش لا تضعون الاساس بالوسط عند تدفق الرحيق؟ لانه وين، في داخل صندوق التربيه ولا في العاسله؟ إذا كان في العاسلة حط الأساس وين ما بدك إذا ما في عندك غير الأساس. أما إذا بتحكي عن بيت التربية يمنع إضافة إطارات الأساس في وسط عش الحضنة، وخاصة عند تدفق الرحيق. وأبو علي بيحكي عن حالة لسه يعني واضح فيها أنه هو متأكد أنه الملكة تلقحت عذراء وشافها راجعة من رحلة التلقيح، وفي المؤخرة موجود العضو التلقيح الذكري للذكر، وما فحص النوية وتركها، بعد كم من يوم بتفاجأ أنه الخلية فيها حضن الذكور، الملكة موجودة حجمها ممتاز والنحل مستقر، لكن في حضن الذكور. نرجع للسؤال قبل شوي،
أعطيها فرصة، لما إذا استمرت في فقط بيض ذكور فيجب تغييرها. ما بعرف إذا كان شغال التسجيل ولا لا، بس مرة أخرى محمد خرمة بيقول إنه اختفاء الملكة بعد التلقيح بأسبوع تقريبا، وتكررت معاه في عدة تقاسيم. الملكة بتتلقح وبتضع القليل من البيض، بعد أسبوع بيجد القليل من الحضانة المفتوحة وبيت وبيتين ملكيات في أسفل الإطار عادة. مرة أخرى، الملكات هي والنحل بشكل عام هو كائن حي، هنالك العديد من العوامل التي تؤثر به. أنا كان بهمني أعرف لو قديش كثافة النحل في هذه التقاسيم حتى أقدر أقرب لك الفكرة، لكن إجمالا هنالك جزء من الملكات تخرج للتلقيح لا تعود، في منها تخرج للتلقيح وتعود فاشلة، في منها تعود متلقحة لكن تلقيح سيء، في منها تلقيح جيد وقد لا تتوافق فرمونيا مع النحل اللي موجود معاها، ممكن انت بتكشف على الخلية بشكل متكرر، ممكن يعني في كثير من الاشياء التي قد تؤدي الى موت الملكات بعد التلقيح حتى لو كانت حديثه. احنا اذا وصلنا عاده اذا وصلنا ل 70% نسبه نجاح في الملكات التي نقوم بزراعتها وتلقيحها وتستمر، هذا يعني ممتاز جدا. فعادي انه يكون في عندك هاي، ما بعرف قديش النسبه اللي انت بتحكي عنها تكررت معاك، بس قديش هي نسبتها من باقي الطرود، هذا اللي بيحكم انه هل في عندك شيء غلط ام عندك شيء عادي. نراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.